اي طبعا، انا اتشرفت ان انا موجود معاكم هنا في المؤتمر بتاع الازهر. والمؤتمر يعني بصراحه في حاجه مهمه جدا، ان هو قدر يجمع كل تخصصات الصيدله من اول الاكاديميين والعلماء والممارسين على الارض في مجالات مختلفه. وده كانت حاجه مهمه جدا، الناس المسؤولين عن التعليم الصيدلي، الناس المسؤولين عن الاعتماد التعليم الصيدلي، المصانع والتصنيع، العلماء والممارسين في مجال الصيدله الاكلينيكيه ومجال صيدله المجتمع. فمهم جدا ان احنا الفتره دي لغايه يعني اخر السنه دي والسنه اللي جايه دي كمان نقدر نجتمع مع بعض عشان نحط ملامح دور الصيدلي ايه في الفتره الجايه في المجتمع المصري. ده مهم جدا، لازم المجتمع المصري يعرف دور الصيدلي ان هو بيحسن صحه المجتمع، بيمنع المرض وبيعالج المرض. ازاي الصيدلي في جائحه كوفيد هو اللي شال مصر في كل مكان، هو في الصيدليات اللي في الشارع، في المستشفيات، في مصانع الدواء. يعني دور الصيدلي كان دور محوري في ان احنا نقدر نعدي الازمه باقل خسائر. احنا قدامنا كصيادله فرصه كبيره جدا الفتره الجايه بوجود هيئه الرعايه الصحيه والتامين الصحي الشامل وهيئه الدواء المصريه كهيئه عظيمه، نقدر نبني العلاقات تاني مع المجتمع المصري ونعملها من خلال المؤتمر بتاعكم. وطبعا المؤتمر ده ما كانش هيحصل لولا ان في تنظيم جيد جدا من طلاب من اجل مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عرفت بنفسي، انا الدكتور محمد عماره، استاذ الميكروبيولوجي والمناعه كليه صيدله جامعه حلوان، وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب. في البدايه انا مبسوط جدا ان انا موجود النهارده في المؤتمر السابع لكليه الصيدله جامعه الازهر. انا الحقيقه حضرت مؤتمرات قبل كده في كليه صيدله، وده مؤتمر يعني اشهد ان هو من الحاجات المنظمه جدا. من الحاجات الكويسه جدا في المؤتمر هو عنوان المؤتمر اللي هي التحديات الجديده في صناعه الدواء، ودي من الحاجات المهمه جدا جدا. وانا قريت كل الاجنده بتاعت المؤتمر، كل التوكس منتهى الاهميه، كل التوكس مهمه جدا جدا. برضه من الحاجات الكويسه جدا هي دعوه اختيار السبيكرز، يعني كل السبيكرز المختارين مختارين على اعلى مستوى، وكل واحد اكسبرت في مجال تخصصه. من الحاجات الكويسه جدا برضه الموجوده في المؤتمر هي التنظيم. طبعا نحب نشكر الطلاب القائمين على تنظيم المؤتمر من اجل مصر، من اجل مصر هم القائمين على تنظيم المؤتمر، وبنشكرهم وان شاء الله باذن الله نتقابل في ايفنتس ثانيه. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد الناصر مغازي، وكيل كليه الصيدله والدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس المؤتمر. المؤتمر طبعا تحت عنوان المستجدات الحديثه في مجال العلوم الصيدليه. ده المؤتمر الدولي السابع منظمه كليه الصيدله الامين بالقاهره بالتعاون مع كليه الصيدله الامين جامعه الازهر الاقصر. المؤتمر بيهتم بالعديد من المحاور المهمه جدا واللي بتناقش مواضيع ملحه جدا في مجال الصيدله الحاليه، واهمها هو محور مهم جدا هو استخدامات الكيمياء الخضرات واستخدامها في التغيرات المناخيه والنتائج السلبيه التي تظهر من التغيرات المناخيه. وده موضوع مهم جدا وبيهمنا في مجال الصيدله للتخلص من هذه التغيرات المناخيه. من الحاجة الثانية من المحاور الثانية في المؤتمر المهمة جدا هي استخدام التكنولوجيا، النانو تكنولوجي، النانو تكنولوجي في تصنيع الدواء، في توصيل الدواء إلى الأماكن الفعالة لها. المحور الثالث هو يهتم بالتقنيات الحديثة لمعالجة الجائحة التي مرينا بها، وهي جائحة كورونا أو كوفيد 19. التقنيات الحديثة في تصنيع اللقاحات وازاي هذه اللقاحات بيتم تصنيعها، وده محور مهم جدا بيناقشه المؤتمر. بالاضافة إلى بعض المواضيع الأخرى، المؤتمر فيه أكثر من 30 عالم من علماء داخل مصر وخارج مصر بيشاركوا في المؤتمر في 7 جلسات، بالإضافة إلى 2 ورشة عمل. ورشة العمل الأولى تهتم بتصنيع الدواء، ورشة العمل الثانية هي المعلوماتية الحياتية، وده بتهم جميع الباحثين في مجال الصيدلة ومجال الطب. المؤتمر أتاح الفرصة لأكثر من 100 باحث لعرض النتاج العلمي لهم عن طريق الملصق أو البوستر، وده مشاركة كبيرة جدا من شباب الباحثين. شارك معانا طبعا في تنظيم المؤتمر يعني طبعا مجموعه طلاب من اجل مصر،
كان لهم دور كبير جدا والحقيقه يعني بقالهم اكتر من من من, من اسبوعين ثلاثه معانا في تنظيم المؤتمر. نشكرهم جدا، مجهود كبير جدا، مجهود كبير جدا من جميع الطلاب في الحضور والمشاركه. بشكر كل من ساهم في نجاح المؤتمر من اعضاء هيئه التدريس ومن طلاب كليه الصيدله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده المؤتمر الدولي السابع لكليه الصيدله جامعه الازهر بنين، يعني مؤتمر دولي محاضره علماء من جميع انحاء العالم وحضر الطلاب بتوع كليه الصيدله على مستوى جمهوريه مصر العربيه. وان شاء الله يعني المؤتمر نتمنى ان شاء الله يطلع على صوره عاليه وصوره كويسه، وطلاب من اجل مصر هم اللي قايمين بالتنظيم كله. الحمد لله ما كسفناش قدام الناس وعملوا تنظيم رائع، استقبال الضيوف من اول القاعه لاخر القاعه وفي الخروج وفي التنظيم وفي الاكل وفي الشرب. طلاب من اجل مصر يعني احنا بنشكرهم وبنوجه لهم شكر خاص، يا ريت يفضلوا على هذا المستوى طول الفتره اللي جايه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد لما اكون مع حضراتكم. انا اسمي محمد منصور سعد فرج، انا استاذ ميديكال مايكروبيولوجي ومينولوجي من الازهر. كما ايميليا شرف ان انا في مكتب التعاون الدولي ورابط الاتحاد الاوروبي مع سعاده الدكتور محمود صديق رئيس الجامعه الاقتصاديه والبحوث. في الحقيقه شرف كبير ليا ان انا اكون موجود النهارده في المؤتمر وفي هذا الايفنت الكبير اللي هو بمنظر من مقر كليه صيدله جامعه الازهر. وهذا ليس بجديد على كليات الصيدله جامعه الازهر، دائما نلتقي في هذه المحافل ودائما بيلتقي او بيبقى فرصه لالتقاء العديد من الكواكب العلميه حوالين الجامعات المصريه ومن خارج كمان مصر. في هذا الايفنت بيحضر عدد كبير جدا من الاساتذه. سعيد جدا ان انا اكون invited as a speaker لمحاضره من المحاضرات على علاقه بالهيومن ثيرابي، وانا في الحقيقه يعني مبسوط جدا بالبرنامج المقدم من كليه الصيدله في هذا المؤتمر. برنامج قوي جدا ومثري جدا جدا جدا، وفي الحقيقه في اساتذه كتير زي ما قلت لحضراتكم على مستوى الجامعات المصريه يمكن كمان خارج الجامعات المصريه. فسعيد ان انا اكون موجود في الايفنت ده باعتباري مرتين، لان انا اولا ابن جامعه الازهر، ثانيا ان انا اكون موجود في هذا المكان. وكما ان انا اشكر كتير كل القائمين على تنظيم هذا الحفل، بدايه من سعاده العميد الدكتور لطفي الدبي والدكتور عبد الناصر وكل الكليه الدراسات العليا، ثم مرورا بكل الجنود اللي هم قد يكون خلينا نقول جنود مجهله مجهوله لكن هم كثيرون وهم كلهم اساتذه كبار جدا جدا جدا. ايضا ببقى سعيد جدا لما الاقي مجموعه من الطلاب، خصوصا لما اتكلم عن الطلاب من اجل مصر، بيسعوا ان هم يبقوا موجودين معانا في تنظيم الايفنتات ديت، لانها بتبقى حاجه كويسه قوي، اضافه كبيره جدا ليهم ان هم يشوفوا الايفنتات ويحتكوا بالاساتذه، وكمان ان هم كمان بيقدموا مجهود رائع. فباسم طبعا باسمكم بشكر الكليه الصيدله وشاكل حضراتكم حسن التنظيم وشاكل حضراتكم الاهتمام، وهشوف حضراتكم دايما ان شاء الله في كل الايفنتات وفي كل المؤتمرات الناجحه باذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، انا في الحقيقه سعيد جدا النهارده ان انا اكون في هذا الملتقى الخاص بجامعه الازهر، المؤتمر السابع لكليه الصيدله. انا في الحقيقه يعني انا واحد من ابناء الكليه، لان انا كنت استاذ في كليه الصيدله في الادويه والسموم، تمام، وانا حاليا مستشار هيئه الرعايه الصحيه في وزاره الصحه. انا في الحقيقه سعيد ان انا احضر الملتقى السابع بيتكلم عن المستجدات الحديثه فيما يتعلق بامور الصيدله. في الحقيقه احنا ناقشنا مواضيع كثيره خاصه ب صناعة الدواء، خاصة بالتعليم الصيدلي. طبعا في نهاية الأمر بحب أقدم الشكر لشباب كلية الصيدلة طلاب من أجل مصر، بشكرهم جزيلا على طبعا دعوتي للمشاركة أو لإلقاء كلمة بالنسبة لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، دكتور طاهر المعروف، مدرس كلية الصيدلة قسم الحقيبة والنباتات الطبية، منصة الأنشطة الطلابية عن أسرة طلاب من أجل مصر الكلية. طبعا أنا بشكر عميد الكلية المؤتمر عن المؤتمر الجميل اللي احنا موجود فيه، طبعا المؤتمر السابع انترناشونال اللي بيتكلم فيه عن المستجدات في العلوم الحديثه الخاصه بالعلوم الصيدليه، طبعا ماتشد ومطابق كمان للتغيرات المناخيه وتطورات وتغيرات الصيدلانيه في كل الوسائل الحديثه خصوصا مع تغير المناخ، لان احنا بنقدم في المؤتمر ده الكيمياء الخضراء، وده كمان ماتشد مع الكاب 27 والتنميه المستدامه في هذا الاستراتيجي. بشكر كمان اسره الطلاب من اجل مصر على التنظيم الرائع بتاعها الخاص بيها. بشكر عرب كونجرس الشركه المنظمه للمؤتمر. بشكركم جميعا، بشكر فعلا طلاب من اجل مصر اللي هي بتثبت
يوم ورا يوم فعلا ان هي مش داخل الاسره ده دي مجرد ان هي بتنضم لمجرد كيان وخلاص، لا ده كيان عنده هدف، عنده هدف انه يسبورت انه يدعم اي حدث علمي موجود في كليه علميه. شكرا لك.